بنتي زوجها كان شقي عليها بموتور وكلها، المهم مرتاح لها قليل الحمد لله، جزا مع دبة غاز حرق بالقطرة. ولا انا شليت بنتي عندي ما لقيت لها شحنة تسكن، السكنات عندي وانا اخرج ادور من لقمه من هنا لهنا، القي الحمد لله فراشات وحين الحمد لله قليل الرز مطبوخ وحين الحمد لله قليل المراق وحين جزاهم الله مئة خير الجيران. يعني هو جازا كان بالموتور حرق بالقاطرة، حرق وعدني حامل بداء بعدين كل حاجة قصة عندمو دير كل شيء تستولي مكة تخرج تشحط له حصلت له حاجة أكلت هنا ودفعت له هنا غير ما وشي يعني واها واها كم نهلا خير ساعدنا إحنا من الجيران. حرق وعدني حاملة باب الجاهل وتوفي الله يرحمه، نحن دحين نحتاج كل شيء بس معنا إيمان. معي اثنين جوال، معي واحد عمره 6 أشهر والثاني عمره 6 سنين، يعني محتاجين وهذا بس نقول اللهم لله الحمد. ايش نسوي؟ معنا 9 و2 بالقرية، هذا من اللي هم دعم واجد. لا أطفال، أنا مربي أطفال ما معش مزوجين، هذاك البنت اللي كان مزوج عايشة عند أمي ومعي 2 جوال، يعني حالتنا إحنا صعبة ومعي أخوات هذا، يعني لو حصلنا حقيقة إحنا نقسم النص ونص ما فيش حاجة، يعني ها يوم كي يوم كي ما عم نسوي. بعد ما توفي زوجي قد قسيت عند أمي وحالتنا إحنا صعبة ومن هنا كثير وسط البيت، يعني ما نلقش حاجة إلا يعني اللي يجيبه إحنا الله تمام، من إحنا 9 وسط البيت يعني قال إحنا نضيف نصيبنا. أطفالي كلهم قصر، كلهم صغار ولا معين واحد من الكفنين، والجيران دارين إنه ما معيش أحد، حدا ما متحسن على بقى الروتي قال الشاهي عاد الصلاه قذك حقها من دولي بشاهي، ما معيش أحد معوني ولا حد يندلي معي الله يندلي، أنا متكل على الله. كان وضعي يعني تمام، ما كنت عن زوجي كان وضعي تمام، ما كانش في حياة كنت مرتاح اللهم لله الحمد، بس من بعد ما مات خلاص، بعد ما حرق ومات خلاص. فقدنا جوعنا وتبهذلنا وشتتنا ومن بقعة لبقعة ولا ندل لنا مكنوا نحنا نزحنا من هنا كينا لهنا ولا حصلنا حاجة الله. يعني بالحرب ده صح نفقد زوجي، يعني احتجت حاجة كثيرة صح هذا، يعني ما حصلت هنش تمام، يعني زي تقول ايش اقول لك، يعني محتاجة حاجات كثير. اللي فقدت زوجي واللي احتاج اني احتاج حاجات كثير لعيالي واحتاج حاجات كثير ايش بكد، احتاج زي تقول مصاريف لقالي، احتاج زي حاجه كانوا كليه حاجه اللي نحتاج نشتيها ما نحصلش. لا في مع مرض اجلس اخص رقعه واكمد لهم ولا اروح اشحط لهم من حبه برمون، ملقش الحبه، انا ادوخ من نفسي، انا مرض عند القلب من نفسي ملقش، هقارد أخذ من الشارع على شارع، هذا حق في طرف الشارع، وهذا حق كلها كل عمليات أنا ما قد أتحمل، وأن الحمد لله فضل الله. يعني لو مرض تعب أضطرني أخلوه كذا، وكيف أفعل السيفة؟ من فين السيفة؟ كل حاجة يشتري بياس، من فين أجيبني؟ أنا يعني الله أمي قيد تخرج الشهوات تدي هنا اللقمة، ما فيش معانا حاجة. ولا حفاضة قيلة أي حفاضة خليها لمين بالله لا الساعة 4 بالعصر، الساعة 4 بالعصر غيره لو فعلها إلى الصبح. كيف فعل؟ وهذا ممرض هذا بين كتمة تكون تافك تافك عاد حما كان ما فيش حر كنت تطلع النقطة يعمل له إبر هنا يعمل له بخار، لحين تكون تافك قرروا لي رشدة علاقات الدنيا دنين من هنا أروح عندي، وهذاك الثاني كلهم أمراض ما أقدرش أنا عالق، يلا واني أزرق عمر أروح عندي لهم برمون الشاح وطلع ما أكل أشرب برمون ما أقدرش، ولا عاني يا أخي قدرت لشيء خلاص تعبت. والإيجار قوي حارب غير الحرب، يقول لك سلم إيجار ولا خرجيش غلق الباب للشارع، وكل يوم بهذلة طلعت ونزلت علينا بهذا ربنا بهذا ما لناش رحمة القلوب مع نعمل، اللهم لك الحمد رحمة ربنا نشكره. بيتنا إحنا إيجار الصب 25,000 كلهم أيتام بتوفي ومات، واني بعد ما مات زوجي قسيت عند امي هنا وعيالي الاثنين، يعني منهم اللي يتم وصبت يقول يعني 9 معانا ابو البيت كل ساعه وقاب هذا البنات كل ساعه اقاتل هناك، القى المره الاولى قالوا شنو كن شنو ندير لك بيت تسكن انت قالك لندن لنا بيت ولندن لنا حاجه الله، صوروا نحن
أكل القهار وعمل القهار والحمد لله أنا حاجة طول الأمر روح لسه أنت عم صبر أقوم وأنا بالوضع هذا اللهم لك الحمد. حتى الفراشتنا معيش اللي يموت يندل لي فراشه لقوها لي بفضل الله الحمد لله. من هنا قري وخرج ولم ياخذ لي إيجار ذاك ندل 200 وذاك فرق لي 300 وذاك 400 وذاك وقال سواسو لقطر الإيجار حقه بشر 20 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
نهلش عندهم رحمة القلوب الحمد لله. يعني اللي شي يقول الناس انهم يساعدوني هنا وفعلوا معانا خير وربي يجزيهم على خير حقهم. بصراحة يعني هنا محتاجين جدا. حتى قال لي ادعمني قوها لي لا كسا قوها لي لا دفاع قوها لي لا اكل قوها لي ايقر بيت نحن كل ساعة بالبيت خرج نحن دق الباب ولا معانا حاجة الله معانا الله سبحانه وتعالى اخرج هو يندي لنا من هنا غيره تعتى ما شبعش الاكل وذا نحن الحمد لله اللهم لك الحمد لا نقول لقاوع ولا نقول عاطشين نقفز لهم من هنا من هنا ندي لهم نجلس بعضهم نرقد قاوعين ما معانا شلقمة الحمد لله اللهم لك الحمد نحمد الله ونشكره وتبانتي ما قبلوا النش عندهم الحمد لله اتكفلت بهم ربيتها اللهم لك الحمد لانش يعمل خير استقل لي حتى بيت تسلم لي ايجار وخلاني اسكنه يقولها لي جزاه الله مئة خير اللي يعمل هذه الحسنات